السلام عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم مستر سيف من امريكا. يوم رجعت لكم مخزن جديد اللي هو هذا 272، هاي 272، وهذا الستورج اللي اول مره اخذ من عنده. ما تشوفون ستورج كلش حلو ومخازن كلش حلوه. وهذا المخزن صار مثل ما تشوفون هنا السعر مالته $35.48. هذا المخزن ما بي بس قطعتين غراض، يعني شغلتين. خلونا نفتحه ونقول بسم الله. أنا مثل ما عودتكم وشوفكم شنو اللي أخذه، إذا كان بي غراض هواية أو لا. فهذا بي بس قطعتين غراض، شوفوا ما بي هواية. اللي هي أول شيء هذه المجمدة، شنو هذه ما أعرف من إذا شغالة أو لا، شلون أتنق تنقط ماي. أعتقد هذه الرادلها أول شيء نشغلها، إذا اشتغلت ننظفها، ما تنظفت على التراش بس أعتقد شغالة. وهو هذا هنا أنا، إذا طبعا مثل ما قلت إذا شغالة هذه تنباع لها $100. وهذا عندنا الميز مالت خلى عليه تي في تلفزيون كلش حلو، خشب مالته لونه كلش حلو. هذا همينه على حطته هيج، همينه يسواله بال $70. يعني الحمد لله حتى اذا هذه ما تشتغل هذا ينباع له $70 وتتدبل الفلوس. هذا الفيديو لليوم، سلام.